مرحبا. وصفة اليوم هي سلطة الباستا الإيطالية من دون مايونيز بالخضار، كتير مغذية ومشهية وصحية بشكل. أهم شيء أنه ما فيها مايونيز وتحضيرها. هلأ بتشوف المكونات. أول شيء بدنا نحط كمية منيحة من المي على النار. لما تغلي المي يعني أكثر من لتر تقريبا، لما تغلي المي نضيف ملعقتين صغار من الملح، وحنضيف 250 غرام من المعكرونة الخاصة بالسلطات اللي هي هاي اللي بتكون براغي صغيرة. هدول 250 غرام تقريبا 3 أكواب بيطلعوا من هذا المج اللي شفتوه بالصورة. بيضلوا 8 دقايق على النار، وبين كل يعني شي دقيقتين ثلاثة منحركهم منشان هيك يعني ما يلزقوا بأسفل الوعاء. دغري مناخدهم منصفينهم من المي السخنة ومنحطهم تحت الحنفية، وكتير منبردهم بشكل كتير كويس لحتى تصير المي باردة تماما. منصفيهم ومنحطهم بوعاء بصحن، وقبل ما نحطهم بالفريزة أو البراد رح أضيف لهم ملعقة واحدة من الزيت، من زيت الزيتون. كتير هاي كويسة هي الملعقة منشان ما يلزقوا القطع المعكرونة مع بعضهم، ومنحطهم بالفريزة أو البراد لحتى نحضر بقية المكونات. أول مكون هو البصل الأخضر، كتير ظريف هذا المكون لهاي السلطة. شيء 3-4 بصلات صغار بنفرمه ناعم. البصل بشكل حصري يعني بنفرمه ناعم، أما بقية المكونات مثل ما نكون شايفين بنفرمهم بشكل متوسط. هون عندي خس شيء 4 أو شيء 7 ورقات من الخس. كمان عندي فليفلة ألوان، إذا عندكم كمان اللون الأصفر بيكون كتير منيح، إذا ما في غير الأخضر أو فقط الأحمر كمان ما بيأثر. بنفرمهم مثل ما نكون شايفين هون حبتين، حبة حمراء وقطعة خضراء. فرمتهم كمان بشكل متوسط. طبعا كل الخضرة هوني ما غاسلتها بشكل كتير منيح، وبعدين تركتها تتصفى أو تنشف من المي. دائما السلطات المفروض نتركها نغسلها قبل بوقت شي ساعة ونخليها تتصفى كتير منيح من المي. هون عندي بصلة، بصلة من اللون الأحمر. هذا البصل كتير ظريف بالسلطات، وحتى دائما الخضرة اللي بتكون ملونة بتكون مفيدة وغنية بالعناصر الغذائية وخاصة الفيتامينات. هون فرمت بصلة كمان وبشكل ناعم مثل ما اتفقنا، البصل لازم يكون ناعم. وهلأ كلهم عم حطهم على جنب. إما بندورة كرزية نقطع كل حبة شقفتين ثلاثة، أو بندورة شايفين هاي البندورة صغيرة بس مو كرزية. عم أفرمها بشكل مكعبات صغيرة، مو صغيرة كتير مثل لما بنعمل تبولي، لا أكيد متوسط مكعبات هيك متوسطة الحجم. مثل ما نكون شايفين فرمت تقريبا هون كل الخضرة. عندي كمان خيار مخلل والفليفلة المخللة، هون كتير كتير ظريفة بهاي السلطة. كمان عندي شي 3-4 خيارات صغار، هدول صغار، إذا خيار كبير بكفي خيارتين. بفرمون أول شيء بنغسلهم من مية التخليل منشان ما يكونوا كتير مالحين، وفرمتهم مثل ما نكون شايفين فرم ناعم. هم من حسب طعمتهم بهاي السلطة بس ما منشوفهم كتير مفروض نفرمه الناعم. عندي حبة من الفليفلة هون حدي بس رح أفرمها ناعم، وبما أنه جات السلطة كتير كبير يعني كبير منيح ما حتأثر الحدودية على الجات كله، بتعطي طعمة كتير طيبة. وإذا في أطفال أو هيك يعني ناس ما بتحب الحد ما حيأثر كتير على السلطة، فقط بتعطي طعمة طيبة. هون عندي شي كوب من الزيتون الأسود نزعت البزر منه. هلأ منضيف الخضرة، الخس، البصل الأخضر، البصل الأحمر، البندورة اللي قطعتها، فليفلة ألوان، هون المخلل الخيار ومخلل الفليفلة، الزيتون الأسود أو أخضر ما بيأثر. درى عندي كوب هون فريش يعني سالقته وحاطته بالبراد قبل بيوم، أو أنه يعني درى معلبة نتخلص من المي ومنضيف الدرى على الخضرة. هون هلأ رح نضيف المعكرونة، طلعناها من الفريزة بتكون باردة كتير منيح. أهم شيء بهاي السلطة مفروض تكون الخضرة والمعكرونة. هلأ منحطهم بالبراد لبين ما نحضر الدريسينج. هلأ هون عندي 3 كوب من زيت الزيتون، عندي 2 توم برشتهم مثل ما نكون شايفين أو هرستهم، ليموني حامضة غسلتها كتير منيح وعم إبرشها ناعم، بس بنتبه كتير منيح ما أوصل للأثناء البرش للقسم الأبيض من الليموني منشان ما يعطي مرار للسلطة. هلأ بعد ما برشت الليموني بعصرها كتير منيح، بدنا عصير ليموني. هون عندي ملعقة من معجون الخردل أو الماستر، أو إذا ما في منو متوفر في نضيف ملعقتين من الخل الأبيض.
هون ضفت ملعقة من صغيرة من الزعتر المجفف أو الأوريغانو، ونص ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقتين صغار من الملح. رح نضيف للدريسينج ملعقتين من الورق البقدونس مغسل منيح ومنشف وعم افرمه، بيعطي كتير طعمة طيبة للصوص. هلأ منضيف الدريسينج بعد ما ضفنا له البقدونس للمعكرونة وللخضرة. إذا انتبهتوا أنا خلطت أول شيء الخضرة لوحدة منشان ما كتير نحرك المعكرونة كتير ونخبصها بعضها. هلأ منحركها شوي شوي مع الدريسينج والمعكرونة والخضرة هيك تقليبتين ثلاثة، ومنحطها بالبراد قبل ما نقدمها للتقديم يعني للضيافة أو للأكل. هاي الوجبة على فكرة كافية لوحدة على الغداء أو على العشاء. على العشاء أهم شيء لأن مغذية ومفيدة كتير وغنية بالفيتامينات. بتمنى تكون وصفة اليوم نالت إعجابكم، وألف صحة وهنا مني أنا هنا.